ينضم معنا من مكة المكرمة الدكتور عبد الحفيظ المحبوب الأكاديمي في جامعة أم القرى. دكتور عبد الحفيظ المحبوب، بداية مرحبا بكم. يعني كيف تقرأ القرار الأمريكي بتعزيز مزيد من القوات وقبول الرياض بهن؟ أهلا وسهلا بك دكتور سمير وبالمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني المملكة العربية السعودية يعني لا شك أنت تعرف أن القوات الأمريكية تتمركز في منطقة الخليج بعد التوتر ما بين أمريكا وإيران في قواعد عسكرية في العديد، في الكويت، في البحرين، في الإمارات، ولا توجد لديها قواعد في المملكة العربية السعودية. والمملكة العربية السعودية هي المساحة الأكبر، يعني ستكون المناورة أو المواجهة مع بين، الحقيقة هي ليست الهدف ما يسمى بالردع الإضافي بعد موافقة الملك سلمان، ليس هو لإنشاء قواعد عسكرية، وإنما لاستضافة قوات أمريكية والسماح لها باستخدام أراضي المملكة العربية السعودية في الردع الإضافي. الهدف هو ليس هناك يعني وجود حرب تام، وإنما هو تعزيز الاستقرار في البحار، ضمان حرية الملاحة في المنطقة. ونحن يمكن هذه التوترات زادت خصوصا بعد ما مددت بريطانيا حد السفينة البريطانية شهر، وأيضا هناك سفينتين إيرانيتين في البرازيل، يعني رفضت البرازيل تمويلها بالوقود حتى تكمل، يعني لأنها هي كانت تبحث عن أسواق جديدة للبتروكيماويات، وهي الذراع البتروكيماويات هي الذراع القوي لحرس. دكتور عبد الحفيظ، إلى أي مدى تتوقع أن تكون هناك اتساع في المواجهات في منطقة الخليج؟ هي ستكون المواجهات حقيقة كما ذكرت محدودة، مثل ما يعني أعتقد أن الآن إيران يعني بتعرض على الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات التفتيش الدائم للأنشطة النووية. رفضت الولايات المتحدة، هي تربطها بتعديل سلوكها وخروجها من العراق. دكتور عبد الحفيظ، البعض يصف ذلك، يقول إنه تناقض أمريكي بالتصريحات، إذ أن الولايات المتحدة دائما ما تتهرب من المواجهة. إلى أي مدى تتوقع أن ذلك الرأي يعني قريب إلى الصواب؟ لا، أنا أعتقد إسقاط طائرة الدرون الإيرانية يعني فعل الحقيقة، والفعل الأمريكي يعني لا يمكن أن تجر إيران الولايات المتحدة إلى مواجهة تامة. المواجهة ستكون لحماية السفن وضمان أمن وحرية الملاحة في المنطقة، هذا فقط. وأعتقد أن إيران الآن هي يعني ستميل نحو المفاوضات، خصوصا أحمد النجاد وصف ترامب برجل الأفعال، ولكن طالب أن تكون هناك حساب للفوائد على المدى الطويل. أنا أعتقد يعني هناك خلف الكواليس مفاوضات قوية جدا ما بين الجانبين، ولكن يعني خط أو حد الناقصة البريطانية حقيقة صعد من التوتر ما بين الجانبين، ولا تقبل الدول الكبرى يعني أن تحجز مثل إيران سفينة من سفنها. ولذلك نحن نلاحظ في الفترة الماضية حينما احتجز السفينة الإماراتية اعترفت إيران رأسا. أنا أعتقد يعني الفترة المقبلة هي لن تكون مواجهة شاملة، وإنما يعني مواجهة محدودة. ماذا إن أغلقت إيران بالفعل مضيق هرمز؟ إلى أي مدى تعتقد أن تكون بريطانيا، وهي التي وعدت باتخاذ خطوات جدية قادرة على قيادة تحالف إيراني أو تحالف عسكري ضد إيران عفوا، أو تحالف سياسي على أقل تقدير، إلى أي مدى تتوقع أن يحدث ذلك فعلا؟ أنا لا أعتقد أن إيران لديها المقدرة على يعني غلق مضيق هرمز، لان القوات الامريكيه متواجده يعني حتى الان. بريطانيا ارسلت مدمره، يعني التواجد الغربي الامريكي البريطاني كثيف جدا في مضيق هرمز، ولا
تستطيع ان تقترب ايران من يعني غلق مضيق هرمز ستجد مواجهه مباشره تماما قبل ان تقوم باي عمل. هذا اعتقد من المستحيل. طيب. يعني ما هي صوره الحلول التي ممكن ان تقع خلال هذه المرحله؟ انا في اعتقادي هي لا تزال يعني ايران تبحث المفاوضات بعدم الخروج من المنطقه العربيه، يعني بان يبقى نفوذها كما كان اثناء يعني فتره اوباما الذي تغاضى عن النفوذ الايراني في المنطقه. الان ترامب هو الان في حرب تجاريه بينه وبين الصين، وهناك صراع ما بين الولايات المتحده والصين على المنطقه تجاريا واقتصاديا، ولذلك لا تريد ان تترك الولايات المتحده والغرب منطقه في الشرق الاوسط للصين. هذا السبب الرئيسي الذي جعل الولايات المتحده تغير من استراتيجياتها على عكس عهد اوباما. نعم، من مكه المكرمه دكتور عبد الحفيظ المحبوب الاكاديمي في جامعه ام القرى، شكرا جزيلا لك.